استاذه زينب تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزه اسال سؤال لحضرتك يا دكتور. سؤالين. اتفضلي يا استاذ زين. السؤال الاول حضرتك، انا كنت بصلي الفروض وبالسنن، وكنت بصلي ومودع على الصلاه، وكنت بحس بروح وانا بصلي. دلوقتي بصلي الفرض بالعافيه، وحاسه ان انا بعمل عاده مش عباده. طيب ماشي. السؤال الثاني برضه يا دكتور عمرو، انا حاسه ان انت مظلومه؟ لا لا لا، سؤال، انت حاسه ان انت مظلومه ولا لا؟ قولي لي ايوه او لا. لا انا مش مظلومه. انا مظلومه ليه؟ لا مش مظلومه. السؤال الثاني قولي لي. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني حضرتك، انا بحفظ في القران حضرتك سوره البقره الحمد لله، بسمعها كلها، الا عمران والنساء انا حافظاهم، بس مش مربوطه ببعضها، لازم عشان اقلب الصفحه لازم حد يقول لي كلمه عشان اجي اقر الصفحه بعد. انا اعمل ايه يا دكتور عمرو بقى؟ طيب اقول لحضرتك تعملي ايه. اول حاجه، انت دلوقتي الشكوى وكانها شكوى ايمانيه في ما يسمى باجراءات الايمان، انا بسميها كده اجراءات، ازاي نعمل الحاجه دي. انت حضرتك بتقولي انت كان عندك حضور في الصلاه، ودلوقتي الحضور مش موجود في الصلاه، نعمل ايه؟ الديمومه. طب بيحصل فترات في الصلاه ليه؟ عشان نتعلق بالله سبحانه وتعالى، مش نتعلق بالحاله اللي في الصلاه. فداومي، لان الله سبحانه وتعالى يحب من عمل ادومه وان قل، ولذلك لا تترك الصلاة. فلربما يرزقك الله سبحانه وتعالى في صلاة لا حضور فيها حضور مع الله سبحانه وتعالى، فتتحول الصلاة إلى باب واسع للصبر، وباب واسع للثبات، باب واسع كمان لمحبة الله سبحانه وتعالى. استمري. لكن أنا هقول لك على حاجة، لو عرفت تعمليها هتبقى حاجة لطيفة. ادخلي كل صلاة بمعنى. يعني أنا دلوقتي داخل الصلاة وحاسه ان انا عايزه اقرب من كلام ربنا، فانا هدخل الصلاه ونفسي اقرب من كلام ربنا، فده هيغير ويخلي الصلاه عندك اكتر وصولا واكتر وصلا. الحاجه الثانيه، انت سالتي في مساله اللي عندك ده شيء طبيعي، طب تعملي ايه؟ اقرأي في النوافل من المصحف. اقرأي من النوافل من المصحف من آل عمران والنساء. اي هيحصل ان شاء الله خير، وهيحصل ان شاء الله تيسير. يبقى الحل هو ايه؟ اقرأي في النوافل واعتادي القراءة في النوافل، فإيه اللي هيحصل؟ هييسر عليك ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله تكون المسألة يسيرة. وكمان لما تيجي تراجعي، راجعي خمس آيات خمس آيات، خمس آيات خمس آيات، وخاصة في آل عمران.